الكل ويلكم باك تو ماي شانل. انا ريتا من قناه دولشه ريتا. اذا كنت جديد بالقناه فانا تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وما تنسوا تعملوا شير ولايك كتير لحتى تدعموني وتكبر عائلتنا اكثر. بفيديو اليوم يا حلوين راح افتح معكم هيدا البوكس من سيفورا. من كم يوم وصلت على البيت وشفت انه وصلني بوكس سيفورا وشي تاني كتير كتير حلو وانبسطت فيه كتير، اللي هو هيدي الهودي. هيدي الهودي الكتير حلوة اللي عملتها الفنانة المبدعة اللي بحبها كتير 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 نورة الستار، اليوتيوبر العراقية الجميلة كلها ابداع وفن نورة الستار. اخر فيديو لقرا براس سنة اعلنت عن هدول الهوديز. حطت ليش حطت هيدي الرسمة؟ هيدي الرسمة كان عندها من احلى الفيديوهات اللي عملتها، وانا كان عندي عن جد من احلى الفيديوهات اللي عملتها، كتير حبيته هالفيديو قديه تعبت عليه وقديه طلع فيه فن وجمال. هيدي مستوحاة من الفيلم الكرتوني كوكو ودمجت معه اسلوب وفن بيكاسو. عملت هيدي اللوحة، هي رسمتها وقتها بفيديو على وجهها وكان شيء اكتر من رائع. يعني كتير حلو هذا الفيديو، اكيد كتير حضروه، وإذا بعدكم مش حاضرين ولا شايفينه بتمنى تروحوا تشوفوه. أول ما عرفت بالفيديو رحت قوام طلبتها. مش بس هيدي، منزلة كمان تيشيرتات ومنزلة ماجز ومنزلة كفر تليفونات. أنا طلبت هيدي اللون الأحمر وكتير حبيتها للصراحة، نوعيتها كتير حلوة وناعمة بتدفي وكتير كتير حلوة. اللون الأحمر حسيته كتير حلو وكتير كتير مبسوطة فيها، وحبيت فرجيكم إياها، وحبيت أقول لنورة إني أنا كتير كتير بحبها وكتير بحب شغلها وبقدر قديه بتتعب على فيديوهاتها لتقدم محتوى كتير حلو. هلأ خلينا نبلش ونفتح هيدا البوكس عن سيفورا. هلا هيدا البوكس ما فيه مشتريات كتير كتير يعني، بس انه جبت كم شغلة وحبيت فرجيكم فكرة معينة عم باخدها هلا اخر فترة من سيفورا، حبيت شارككم فيها. وفي بعد شغلة كمان من كم يوم وصلني البوكسي شارم، شوفوا بعده مختوم ما بتصدقوا، مع انه بوكسي شارم بيبعتوا كل شهر شيء يعني للمشتركين عندهم، وانا ما بعرف بعد شو جاييني. فانا وعدتكم بالفيديو السابق انه رح افتحه معكم بالفيديو وبعدني على وعدي، بس مش بهذا الفيديو، يمكن الفيديو اللي جاي رح افتحه معكم ورح ندمج الاغراض شو هون عندي وشو هون رح يطلع لي بسيفورا ونعمل فيهم ميك اب لوك. فهلا خلينا نفتح سيفورا بوكس فرجيكم شو طلبت. تخيلوا انه صار لي اول ما وصلوني الاغراض كانوا بنفس النهار، يعني وصلت على البيت شي الساعه 8 عشية لقيت بوكس سيفورا وهيدي الهودي. بس سيفورا تركته مسكر ما فتحته، بس هيدا ما قدرت للصراحة قاوم وفتحتها على السريع. أول شيء فاتورة كمان بيطلع لي إنه نقيت 2 سامبلز من عندهم. نقيت أنا ناتاشا دينونا فونديشن، بيجوا بأربع ألوان بعتولي هن، رح أبقى أجربهم. وكمان قبل طلبت اشياء من عند سيفورا طلع لي مشتريات سابقه كمان، اذا بتشتروا ب 25 دولار او شيء كان بيطلع هيدا الكيس فيه شي 7-8 انواع فاونديشن سامبلز، فطلبته بعد ما جربتهم. عم فكر ابقى اعمل فيديو يعني كل يوم جرب نوع فاونديشن ونشوف ايه الاحلى اكشي. يعني هلا صار عندي سامبلز شي 8 او 10 حتى فونديشن من سيفورا، فعم فكر هاي طريقة حلوة انه نجربهم هيك قبل ما اشتري مثلا الكامل كله سوا وما يعجبني، فبجرب كل يوم نوع معين. عم فكر انه اعملها هيدي قدامكم على الكاميرا ونشوف ايه اخر شي رح حبه ورح اشتري البضاعة كاملة. فهيدا اللي بدي لكم اياه كمان عن سيفورا، انه بس تشتروا من عندهم بيطلع لكم سامبلز وهيك، هيدا الشيء بخليكم يعني تجربوا الشغله قبل ما تشتروها. انا من النوع بحب جرب قبل ما اشتري، لانه كل بشره شيء، لو شفنا ريفيو عن برودكت حلو كتير وبجنن، بس اوقات على بشرتنا ما بيزبط او ما بيناسبنا. وانا هون بطلت عم بشتري للصراحه من سيفورا من المحل، عم بشتري من الاونلاين سيفورا، لانه اول شيء بيعملوا عروضات كثير حلوه ما في منها بالمحلات. اشتريت عده اشياء باسعار كثير حلوه من الاونلاين، بالمحل ما كنت لاقيها ابدا.
وكمان عم يعملوا هلا شيء اسمه بلاي باي سيفورا. قبل اشتريت هيدي فتحتها على الانستغرام، اللي متابعين على الانستغرام بشافوها يمكن. اشتريت هاي من قبل بلاي باي سيفورا، بيطلع فيها اشياء سكين كير، قيمتهم كان شيء 80 دولار، اشتريتها ب 15 دولار. بيجي فيها عدة سكين كير، منهم يعني صغار بس انه فيهم كميات. فعندهم هيدي الفكرة، انا اخذت واحد من هول بوكسات حقه 10 دولار، بس رح فرجيكم هلا شو بيجي بقلبه. فمن بين هدول التلتنا سامبلز نقيت ناتاشا دينونا، كمان اخذت ابل سايدر فينيجر سكالب سكراب، رح جربوا هيدا السكراب للبشره. هيدا كان بالسامبلز، ففيه افوكادو اويل، الوفيرا، رح ابقى اشوف اذا منيح. وكمان اخذت هيدا الكلينيك اللي بيجي هيك ترانسبارون مثل جال يعني مرطب، لانه صار قرب يخلص عندي المرطب، عم بستعمل كنت اخر فتره. النيتروجينا كثير عم بحبه، بس قلت بدي اجرب هيدا الجال من كلينيك، رح ابقى اجربه واقول لكم عنه اكيد. بس رح هلا اشوف التكستشر تبعه كيف، ومثل ما شايفين بيجي ترانسبارون مثل جال، بس رح اشوف التكستشر، بس اكيد رح ابقى اجربه على بشرتي وقلكن اذا منيح. كتير مبين ناعم على البشرة وخفيف وما بزيت ولا بدبق، فرح ابقى اشوف على بشرتي كيف. شو كمان عنا هون؟ واو هيدي، ايه كمان بدي اخبركم، بس تشتروا من الاونلاين بتجمعوا نقط. فانا كان عندي 100 نقطة، يعني شارية قصص قبل، كان عندي 100 نقطة بيطلع لي لورا مرسيه اللوز باودر اللي بتاعت جلو، حبيت جربها هيك بتجي قياسها يعني صغير، هي صغير كتير بس فيها كمية منيحة يعني لجربها، وهيك إذا عجبتني بجيب منها. هيدي غير اللورا مرسيه الترانسلوسنت باودر العادية، هيدي بتعطي جلو، فيها لمعة بتعطي جلو، رح أبقى أجربها وقلكن عنها. هيدي من البوينتس، يعني حتى كمان من الأونلاين بتجمعوا بوينتس وإشياء كتير حلوة، مشان هيك ما بقى عم بشتري من المحل، كله أونلاين، لأنه يعني الواحد بيستفيد من العروضات والإشياء اللي بتطلع له. كمان نقيت على المشتريات اللي اخذتها، بيطلع لي كمان شغله اللي هي سيروم من دكتور دينيس جروس. هيدا كوركتينج سيروم، فيه قصص اشياء لحتى تخفف دارك سبوتس وهيك. انا عندي شوي هون دارك سبوتس وببشرتي من الشمس، ان شاء الله هيدا الشيء يفيدني. فهيدا كان بيطلع جيفت فنقيته، رح ابقى اشوف اذا عن جد بخفف بقح بالوجه والاشياء من الشمس او من الحبوب، اللي اذا حدا عنده حبوب وراحوا وبعدهم معلمين بوجهن بقولوا انه هيدا مفيد، فرح شوفوا لكم عنه. اوكي هلا اخر شيء رح افتح معكم هيدي البوكس اللي قلت لكم اشتريتها ب 10 دولار حقها. هلا هن عاملين هيدا الشيء فيكم تشتروا شهري من سيفورا بوكس، تشتركوا فيه كيف البوكسي شارم ب10 او ب15 في منهم، وبيطلع لكم كل شهر بوكس. والحلو فيه كمان فيكم تشتروا هود البوكسز من دون ما تعملوا اشتراك، يعني انا هلا هيدا اللي جايبته ب10 دولار، بس هو قيمه الاشياء اللي فيه ب40 دولار. اوكي هيك بيجي، ما تفتحوه، وبيطلع لي كمان غير انه الاشياء هون قيمتها يعني 40 دولار اخذتها ب10 دولار، بيطلع لي كمان كارت 50 بوينتس زيادة على البوينتس اللي عندي. كل ما جمع بوينتس بيطلع لي اشياء فري من سيفورا. هيدي هون الورقة ما بتفتحوها، فيها كل الاشياء اللي طلعت لي. اول شيء هيدا المرطب من بوسكيا كاكتوس ووتر هايدريتنج كريم. اوكي كميته كمان منيحة، منه كتير صغير، فيه تقريبا 16 ملي، يعني كميته كتير منيحة. بعدين هيدا التو فيست الهانج اوفر فيس برايمر، هو كتير صغير بس فيه كمية منيحة 5 ملي، يعني بيعمل كم مرة. بس انه هيدا الشيء حلو، فينا بعدين نقرر ايه عجبنا ونشتري الكمية الكبيرة مثل ما عندنا. هيدا النيود لستيك ولا مرة مجربته، بس شوف عنه كتير، بدي ابقى اشوف لونه.
هيدا هو، وكميته كمان كتير منيحة، ولونه كتير حلو، لونه كتير حلو وكتير هيك يعني بيندمج، يعني مش هيك بنحط بلاش بنحط للشفاف، لونه كتير حلو بينك. هيدا كمان ماسك للبشرة، راح ابقى اجربه وشوف اذا منيح. هيدي البرفيوم الصغيرة سامبل، هيدي البرفيوم من توم فورد بلاك اوركيد، شو ريحتها، هي صغيرة سامبل، بس كمان هيدا الشيء انه اذا حبينا البرفيوم فينا نشتري الكبيرة. كتير حلوة ريحتها، كتير حلوة. راح فرجيكم اخر شغلة، هي الفونديشن هيدا من مارك جيكوب، بس لونه كأنه غامق، اكيد غامق لانه تان اسمه، فيه 7 ملي كميته كمان منيحة، بس لونه كتير غامق. بس شو هلأ له هيدي كمان مسكر، بس فيي اعمل شغلة انه حط اخلطه مع فونديشن فاتح، بس كنت حابة يا ريت اللون مش غامق هيك، مع انه شفت ريفيوز عن عالم حاطين لون فاتح، اما طلع لي الغامق للاسف. فحبيت اعطيكم فكرة للي بحبوا سيفورا او بحبوا يشتروا سيفورا. انا بالنسبة لي احلى طريقة عندي هلا صرت اشتري اونلاين، لانه كتير عروضات كتير اسعار حلوة، وحبيت فيتكم للي حابب يطلب يصير اونلاين او ما عنده فكرة كان عن هالشي. هيك وصلت معكم لاخر الفيديو، انطروا الفيديو الجاي لنفتح البوكسي شارم ونشوف شو في بقلبه، ونجمع هالاشياء مع بعضهم ونعمل ميك اب لوك. فانا هلا بوصل لاخر الفيديو، بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالفيديو وحبيتوا هيدي الهودي الكتير حلوه اللي كتير انا حبيتها كمان، وحب اشكركم جميعا على دعمكم وحبكم، حبكم الي، وبشوفكم بالفيديو الجاي، وانا كتير 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 بحبكم. باي.